مساء الخير. يوم أمس الأربعاء الثالث من حزيران صادف ذكرى 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وروسيا بعد سلسلة معارك وحروب وانتصارات وانكسارات من هذا الطرف أو ذاك. قبل 100 عام أرسل مفوض الشعب للشؤون الخارجية للاتحاد السوفيتي الروسي جورجي تشيتشرين أرسل برقية لرئيس البرلمان التركي آنذاك مصطفى كمال أتاتورك تتضمن مقترحا لإقامة بعثات دبلوماسية وقنصلية بين الجانبين، علاقة ظلت باردة عقودا وعقود إلى أن وصل سادة جدد إلى اسطنبول وموسكو ليرفعا مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية ويسري الدفء في العلاقات الروسية التركية. وبالرغم من هذا الدفء إلا أن العلاقات ظلت تسير في حقل ألغام، والرسائل بين الإمبراطوريتين لا يتم ترجمتها إلا في الميدان. جميعنا يذكر أواخر عام 2015 عندما أسقطت تركيا طائرة روسية على الحدود السورية التركية. أردوغان لم يتردد بالاعتذار عن السلوك الإمبراطوري، لكن الاعتذار لا يكفي أمام هيبة سيد الكرملين، فيمهل ولا يهمل، وبعد ردح من الزمن يرد بوتين عليه في نفس المكان تقريبا، وبضربة جوية لم يشهدها الأتراك منذ الحرب العالمية، ليقتل لهم 40 عنصرا تركيا، وكذلك يعتذر عن سلوكه القيصري. وأيضا الاعتذار لا ينفع أمام هيبة الصدر الأعظم، فيرد اليوم في ميدان آخر ويقلب المعادلة في شمال إفريقيا أي في ليبيا. هذا كله لا يمنع المفاوضات أن تعقد والاتفاقيات أن تبرم، عقود تسليحية، صفقات اقتصادية، خطوط غاز وخطوط طيران ووفود سياحية، وكما أسلفنا أحلام السلاطين والقياصرة حاضرة والميادين متحركة، يوم في القرم وآخر في سوريا وثالث في ليبيا. ليبيا التي اعتبر بوتين أنه تعرض إلى خديعة بطرد معمر القذافي منها، ومواجهة الخديعة كانت عبر التدخل في سوريا وقلب المعادلة فيها، أما ليبيا فيعود إليها من البوابة المصرية. وهناك يحتدم الميدان مجددا وتضاف ساحة أخرى للصراع مع تجنب المواجهة المباشرة والإبقاء على الأروقة سالكة، أروقة تسمح بتصريحات عابرة يوما تصدر من الكرملين ويوما من الباب العالي، كتصريح مولود جاويش أوغلو اليوم بأن الطرفين غير متفقين وأن الخلاف قائم في الملفين، والخشية اليوم أن يتم التفريط بطرف على حساب آخر وأن تكون المصالح التجارية والاقتصادية على حساب دماء تسفك. ومن يدري، ربما يتكرر سيناريو تسليم مدن كبرى مقابل أنابيب نفط وخطوط غاز، ويدفع السوريون مجددا من دمهم ثمن صفقات كبرى. ما الذي يحكم العلاقات الروسية التركية؟ وهل الخلاف المعلن وغير المعلن هو جزء من طبيعة هذه العلاقة تاريخيا؟ هل يتكامل الملف السوري مع الليبي في المصلحة التركية أم يتناقضان؟ فيصرف الأتراك من رصيد ملف ليدعم الآخر، وبالمقابل هل الملف بالنسبة لبوتين أصبح ملفا سياديا؟ الصراع فيه صراع وجود لا صراع حدود؟ هل يلعب بوتين وأردوغان لعبة سوريا في ليبيا؟ هل الطرفان أقرب للخلاف أم للتنسيق؟ والجميع يعرف أن من شأن التنسيق الروسي التركي في ليبيا وتحديدا في ملف الغاز والنفط أن يغير المعادلة تماما في شرق المتوسط برمته، خاصة في ظل حشد مصر، فرنسا، اليونان، إسرائيل وقبرص الرومية في مواجهة تركيا شرق البحر المتوسط. والسؤال الأهم، أين نحن من كل ما يجري؟ ماذا عن إدلب والطرفان يحشدان هناك؟ أهلا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من اسطنبول بالأستاذ طه عودي أوغلو المحلل السياسي، بضيفي عبر سكايب من موسكو السيد فيسلاف ماتوزوف المحلل السياسي الروسي، وبضيفي عبر سكايب من بيروت الأستاذ أو الدكتور طارق شندب أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل. أبدأ معك أستاذ طه عودي أوغلو من اسطنبول. في العلاقات
الآخذة بكما يقال أب داون ومد وجذر في بين الطرفين الروسي والتركي على مستوى العلاقات بين البلدين في الشق السياسي الاقتصادي العسكري وحتى الثقافي والسياحي وباقي الأمور. العلاقات آخذة بالتصاعد، السهم نحو الأعلى وبشكل جيد، ولكن بالشق الآخر في ملفات ساخنة جدا اليوم في الساحة الدولية، وتحديدا نتحدث هنا عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سوريا وليبيا، ترى نقيضين تماما، أقصى اليمين ضد أقصى اليسار، تصل الأمور إلى حد المواجهة شبه المباشرة أو عن طريق الوكلاء. السؤال: ما الذي يحكم العلاقة اليوم بين روسيا وموسكو من وجهة نظر تركيا؟ في البداية مساء الخير لك أستاذ أحمد وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. يعني مساء النور. لا شك، يعني احنا كنا قبل فترة عن أن هناك خلافات، وخاصة بأشق السياسي ما بين البلدين، الشق الاقتصادي والتجاري هو مختلف تماما، هناك تصاعد كبير وتطور كبير في تلك العلاقات، ولكن بالشق السياسي هو لاحظنا أن هناك كان هناك توتر، وأعتقد في شباط أو فبراير الماضي وصلت إلى ذروتها، وخاصة بعد مقتل 37 جندي في منطقة شمال سوريا قبل توقيع اتفاق موسكو الأخير. نعم، قبل توقيع اتفاق موسكو الأخير، ولكن لاحظنا خلال الأيام الأخيرة الماضية عودة هذه الخلافات، خاصة إذا تحدثنا عن أن الساحة ليست ساحة الصراع ما بين الطرفين، ليست الساحة السورية فقط، ولكن في على الساحة الليبية. بالأمس في هناك تصريحات لافتة للغاية من قبل وزير الخارجية التركي تشاوش أولو في قناة 24، تحدث بكل صراحة بأن هناك وجود خلافات ما بين الطرفين. قبل أيام لاحظنا أن هناك تصعيد كبير وأنباء وتسريبات عن أن النظام معهم الروس يحاولون قدر الإمكان برفع وتيرة التصعيد في إدلب، وأنباء عن عملية محتملة عسكرية. أنقرة هي تحدثت من جانب آخر، أقصد بأشق السوري هنا، بأنها أن هناك قوات قسد إذا لم تنسحب يعني 30 كيلومتر إلى الوراء سوف يكون هناك هجوم أو عملية، يعني هناك كلا الطرفين. طيب هذا مفهوم نعلمه يا أستاذ طه، يعني هناك اتجاهات متعاكسة تماما بين روسيا وتركيا في ملفات الشرق الأوسط، ولكن السؤال: ما الذي على أي أساس تحكم العلاقة بين البلدين؟ هل هو موضوع المصالح؟ كيف نفهم أن من جهة تريد تركيا وروسيا الحفاظ على علاقات وطيدة فيما بينهم على كافة الأصعدة، ولكن في نفس الوقت هما يسيران باتجاهين متعاكسين في كل من سوريا وليبيا؟ يعني أكبر دليل أستاذ أحمد على فيما يتعلق بالملف السوري، يعني هناك نقيضين، روسيا تدعم النظام، تركيا تدعم الثورة السورية، ولكن هناك طيلة الفترة الماضية بعد إسقاط الطائرة 2015 إلى حتى هذه اللحظة العلاقات تسير على مرام. نعم توتر، ولكن بعد هذا التوتر يحدث لقاء ما بين أردوغان وبوتين وتنحل المشكلة، ولكن ما أريد أن أشير إليه في الفترة الأخيرة هناك لحظة هناك تمدد للنفوذ التركي. تركيا تحاول ليس على الساحة السورية، تحاول أيضا على الساحة الليبية، تحاول أيضا في شرق المتوسط، وهذا ما أزعج روسيا على وجه الخصوص ودول أخرى عديدة. يعني ما إجابة على سؤالك بأن هناك المصلحة هي تغلب على كافة كل الخلافات، وأيضا كل طرف يحاول قدر الإمكان الحصول على نفوذ في المنطقة. طيب أنتقل إلى ضيفي من موسكو، أرحب بك معنا من جديد سيد فيجسلاف ماتوزوف المحلل السياسي الروسي. ما نعلمه بالعلاقات الدولية ونتابعه يوما تلو آخر أنه عندما تشتد الخلافات في التوجهات، مثلا المحور القطري التركي من جهة، المحور طبعا المحور الآخر الخليجي والمصري سواء في الملف السوري أو في الملف الليبي، ترى أن العلاقات تتجه إلى شبه القطيعة التامة بين هذه الأطراف، ولكن في المثال الروسي التركي نرى أن العلاقات من جهة بتصاعد، ولكن في ملفات مثل سوريا وليبيا تتضاد وتصل حد المواجهة. علاقات كل من روسيا وتركيا أيضا أسألك ذات السؤال: ما الذي يحكمها؟ ما الاتجاهات التي تسير فيه حاليا مع اشتداد الخلافات؟ كان الخلاف في سوريا، حاليا معروف موقف روسيا في سوريا ومعروف موقف تركيا أيضا، اليوم انتقل وبشكل متصاعد إلى الأراضي الليبية وهذا يعني شمال أفريقيا.
طبعا تلفزيون اوريان تي في طرح الموضوع مهم للغايه. علاقات روسيا مع تركيا له خصوصيات ولا بلا اي شك، لان هذه الدول المجاوره دول عندها علاقات تاريخيه. القرون كانت علاقات تتراوح بين علاقات طيبه وعلاقات سيئه، ولذلك طبيعه علاقات تركيا مع روسيا مهم للغايه. ليست فقط لمنطقة الشرق الأوسط ولأوروبا، علاقات روسيا مع أوروبا. أنا أذكركم أن هناك إضافة إلى الخلافات المواقف الروسية مع تركيا في سوريا طبعا كما نحن سمعنا الآن، وفي ليبيا، وهناك خلافات حول الموضوع الحساس لروسيا وهي فرن، هي علاقات مع أوكرانيا. ولذلك تشجيع التركي للتيارات المتشددين. إذا بناء على هذه المعطيات، ما نشاهده نحن يعني وما نفهمه من السياسات الدولية، يجب أن يكون هناك نوع من العلاقات الباردة في أقل تقدير بين الطرفين، ولكن هناك علاقات جيدة حتى الآن مع كل، على الرغم من كل هذه الخلافات الجوهرية وفي المناطق الساخنة، تبقى العلاقات كما يقال أو كما يحاول الطرفان أن يعني يظهراها للعلن أنها جيدة. اتفاقيات الغاز، خط الغاز اليوم قائم المشروع وقيد الإنشاء، موضوع الاس 400 وغيرها من الكثير من الأمور في الشق العسكري والشق الاقتصادي تتجه نحو الصعود بين موسكو وأنقرة. طبعا عندنا المصالح مشتركة ضخمة، ودور الشركات التركية مثلا في مجال البناء في روسيا مهم للغاية. حتى بناية غازبروم في موسكو، من كان مسؤول عن بنائها؟ هذه هي شركات التركية، وعلاقات في مجال التجارة والسياحة وغاز وغيرها. علاقات اقتصادية مهمة لروسيا ولتركيا، ولكن روسيا وتركيا دول المستقلة. تركيا كدولة مستقلة عندها نهج سياسي، سياسة خارجية واضح تماما، ولدي روسيا نفس الشيء. ولذلك اصطدام بين المصلحة في سياسة خارجية لابد منها. نحن شاهدنا هذا في سوريا، وتركيا وروسيا واجدوا اللغة المشتركة. ونتيجة هذا التفاهم، مش تعاون، تفاهم، نحن قدرنا أن نؤسس أستانا، عملية حوارية سياسية في أستانا في سوتشي، الذي فتح الباب لحل السياسي في سوريا. بالنسبة لليبيا، أنا لا أعترف أن في ليبيا هناك خلافات كبيرة بين تركيا وروسيا لسبب واحد، أن كل المعلومات لتأتي إلى وسائل الإعلام الدولية بما فيها روسية تركية وأمريكية وأوروبية، أن هناك وجود العسكري الروسي، أن هناك تسليح جيش وطني ليبي تحت قيادة خليفة كافتر من قبل الروس، وهناك واغنر، وهناك مساعدة العسكرية روسيا للحفتر وللبرلمان الليبي. هذا غير صحيح. هذا كيف يعني غير صحيح؟ وفاغنر كما قلت موجودة على الأرض، واليوم روس ملاحظة مهمة من ايه، بس خليني كفي لك بعض المعلومات لك أيضا من أجل المشاهدين، أنت ربما تعلمها ولكن المشاهد أيضا. أيضا روسيا بدأت تسير بس خليني بسألك بعض النقاط. أيضا بدأت روسيا تسير على خط تركيا بإرسال مقاتلين سوريين من أبناء العشائر في المنطقة الشرقية، بدأت بدير الزور، وصلت طائلة قبل يومين على ما أظن تحمل 500 مقاتل تدعم حفتر، تقاتل إلى جانب حفتر، كذلك فعلت تركيا قبلها. إذن اليوم نحن نتجه نحو صدام غير مباشر. أولا، انتشار الإشاعات عن وجود الروس في ليبيا هذا كذب، كذب لكي يجر تركيا إلى هذه المعركة في ليبيا على جنب حكومة الوفاق، وهذا هدف واضح تماما. كيف يمكن أن يقنع حكومة تركية أن يرسلوا
جنودها ليست فقط. إذن على ماذا يقتصر الوجود الروسي برأيك من وجهة نظرك وفق معلوماتك؟ أشارك في من البداية بعلاقاتنا مع حليفة خافتر، ولذلك أنا عارف من جذور حليفة خافتر كانت علاقات مميزة مع وزارة الخارجية الروسية مع التقى مع لافروف في حزيران 2016 أول زيارته، ومع شويغو عدة مرات وزير الدفاع، مع سكرتير الأمن القومي في كريملين باتروشيف، ويقال أنه أحد زياراته حتى يلتقى مع بوتين في سوتشي. بس وكأنك يا سيد ماتوزوف تقزم يعني الدور الروسي جدا، ويقتصر الموضوع كما تقول على علاقات طيبة بين حفتر وبين الإدارة أو الخارجية الروسية، والموضوع أكبر من ذلك بكثير وممتد وله جذور منذ أن تدخل الناتو وحرم الغرب كله روسيا من حصة ليبيا. اليوم تعود موسكو تدريجيا إلى الملف الليبي وبقوة، وأنت تقول أن مجرد علاقات فقط بين حفتر ونحن ندعمه، يعني تقزم نوعا ما الدور الروسي في ليبيا. أولا أنه دور روسيا في ليبيا سياسي ليس عسكري. عند زيارات خليفة خافتر إلى موسكو، هو ما طرح مواضيع التي كانت ينتشر فيما بعد في وسائل الإعلام الدولية، أنه روسيا هو طلب من روسيا إمدادات بسلاح. أول نفي في وزارة الدفاع من البداية هذا الطلب. طلب ثاني يعني معترض أنه هو توجه إلينا أو نحن توجهنا إلى خليفة خافتر أن يفتحوا إمكانية بناء القواعد العسكرية الروسية في ليبيا مثل قاعدة طرطوس وقاعدة حميمين. هذا كشف كذلك ليست هناك أي نوايا روسية لانتشار شبكة القواعد العسكرية في أي منطقة ولا في شمال أفريقيا أو في منطقة الشرق الأوسط، إلا تلك القواعد التي موجودة اليوم في حميمين وفي طرطوس. هذا الشيء الثاني. وثالث أن هناك على موقف روسي ينطلق من الفكرة أخرى تماما سياسية، أن ليبيا لازم أن يكون الدولة الموحدة ليست مقسمة ومع السلطة الشرعية في مركز واحد. سمعنا هذه الأقاويل من 2015 وحتى الآن في سوريا، ولكن دائما الأمور على الأرض مختلفة يا سيد ماتوزوف. يعني على كل الأحوال اسمح لي أن أعود إليك بعد قليل، عندي ضيفي من بيروت سأشركه معنا. سيد ماتوزوف إن كنت تسمعني أرجو منك التوقف عند هذه النقطة وأعود إليك بعد قليل. أنتقل إلى الدكتور طارق شندب أستاذ العلاقات الدولية ضيفي عبر سكايب من بيروت، ورحب بك معنا من جديد دكتور طارق. هل معادلة التوازن في العلاقات بين المعسكرين الشرقي والغربي، بين المعسكر الاشتراكي السوفيتي والليبرالي الأمريكي، يمكن إسقاطها اليوم على تركيا في تحركاتها أو في هذا التوازن في العلاقات؟ وإلى أين تتجه هذه العلاقات، نحو مزيد من التنسيق برأيك خاصة عندما نتحدث عن الملفين السوري والليبي، أو مزيد من الخلاف؟ اولا لا يمكن اسقاط المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي على العلاقه بين تركيا وروسيا، باعتبار ان تركيا وحدها هي من تواجه انسانيا واخلاقيا المعسكر الغربي والروسي في سوريا، باعتبار ان المعسكر الغربي باكثريته التقليدي غير متدخل وغير معني فيما يجري في سوريا، ولا يقوم بواجبه الانساني الذي يفوض عليه كما هو نظام الامم المتحده ونظام المحكمه الجنائيه الدوليه. وبالتالي روسيا تقوم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه ضد الشعب السوري، وهذا امر معروف. الدور التركي مقتصر على العمليات الانسانيه، على دعم اتفاقيات وقف اطلاق النار كما حصل في اتفاقيات سوتشي وغيرها، على تامين حد ادنى من مقومات الصمود لهؤلاء اللاجئين الموجودين في إدلب والذين هربوا من جحيم الإرهاب الروسي وإرهاب نظام بشار الأسد. الأمر في ليبيا قد يكون متعلق بمصالح أكثر مما هو متعلق بسياسة خارجية تقليدية.
المصالح الروسية التي تسعى وراء المحافظة على امتداد إقليمي لمعسكر معين قد لا يكون عند التفكير، قد لا يكون متوافق مع التفكير التركي الذي هو في حدود إقليمية مع ليبيا، والذي يسعى إلى دعم الشرعية الليبية. وأنا هنا أود أن أقول أن تركيا، أنا أقول كعربي محايد كشخص خبير في القانون الدولي الجنائي والعلاقات الدولية، أن ليبيا أن تركيا انحازت إلى خيار الشعوب، أن تركيا انحازت إلى الخيار الأخلاقي ولم تنحاز إلى الخيار المصلحي، وإن كان لها بعض المصالح الاقتصادية كما أسلفت لك، ولكنها انحازت لتكون ضمن صوت الشعوب الذي لم يعد يسمع في العالم لا الغربي ولا الشرقي. بس هذه يا دكتور طارق، قد يقول لك أحدهم هذه مجرد نظريات اليوم، حتى الأتراك نفسهم لا ينكرون مصلحتهم بإبعاد البيكيكي من على حدودهم، لذلك تدخلوا عسكريا، لا ينكرون أيضا مصالحهم بتغيير ديموغرافي في بعض المناطق ما يحدث في عفرين وبعض مناطق الشمال السوري، كذلك ليبيا التوجه دعم السراج من مبدأ الأول موضوع الإخوان والتوجه الإخواني، والموضوع الثاني هي ثروات النفط والغاز في المتوسط وتقسيم الحدود، واليوم المدوى الجذر أو الحروب غير المباشرة بين أطراف مثل إسرائيل مصر قبرص اليوم واليونان، والطرف الآخر التركي في موضوع تقسيم الحدود البحرية وما إلى ذلك. إذن اليوم ما يقود، قد يقول لك أحدهم، ما يقود تركيا إلى أن تتحرك خارج حدودها هي مصالحها بالدرجة الأولى، وتوجهاتها وخطوط العريضة الباقية هي مجرد تفاصيل. يعني صحيح المصلحة تحكم، ولكن المصلحة الأخلاقية، ما الذي قاد الروس ليهيئته من أقاصي الدنيا إلى سوريا ويقتل الشعب السوري؟ هل هي المصلحة أم الأخلاق؟ أين هي الأخلاق عندما نتحدث في علاقات سياسية؟ اليوم روسيا تقتل في السوريين وتركيا توقع معها اتفاقيات عسكرية واقتصادية بالمليارات، الأخلاق تغيب في السياسة يا دكتور طارق. لا نعم، معلش خلينا نكون واضحين، أنا أشكرك جدا على هذا التعريق والتدقيق. الأخلاق تغيب في السياسة، ولكن ما نشهده صراحة من الموقف التركي أنه يغلب لغة الأخلاق على لغة السياسة. ما يفعله في سوريا هو تغليب للغة الأخلاق والمعاملة الإنسانية. لم يستعمل السلاح ضد الأكراد، وكان باستطاعته أن يدخل أكثر ويقوم بعمليات أكثر، وهو والجيش التركي جيش قوي جدا، ولكن ما الذي منعه من ذلك؟ الوجود الأمريكي الذي منعه. لا لا لا، الأمريكي له صحيح، ما الأمريكي لم يمنعه، الذي منعه أنا من وجهة نظري هي التعاطي الأخلاقي والإنساني. نحن الآن لو أجرينا استفتاء في الشارع العربي على من يؤيد الروس ومن يؤيد الأتراك في عملية ما يجري في سوريا، من يؤيد الأتراك ومن يؤيد الروس في ما يجري في ليبيا. إذن ماذا توصف من وجهة نظرك هذه يا دكتور طارق العلاقات بين الطرفين، كيف توصفها؟ يعني هناك مصالح دولة تركية دولة كبرى لا يستطيع أحد إنكارها في الشرق الأوسط، كذلك روسيا لها مطامع ولها حسابات، وهي دولة كذلك دولة كبرى ولها حلفاء، وهي تريد أن تحافظ على وجودها في المنطقة. الأمريكان باعتقادي أنهم غائبين كليا عن المشهد، ولو كانوا موجودين لكان تغير المشهد برمته. هم لهم مصلحة في أن يكون هناك تصارع بين تركيا وبين روسيا، ولكن نحن عندما نقول كخيارات استراتيجية اتخذتها تركيا هي لدعم الشعوب وحقوق الإنسان والحريات، أما الروس فهم انحازوا إلى العصابات وإلى الأنظمة التي تقتل شعبها، وهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا. وأعتقد أنا في رأيي أن الروس لن يكون بمنأى عن الحساب الأخلاقي والقانوني أمام أي محكمة دولية تتم محاكمة فيها أركان نظام بشار الأسد، لأن ما ارتكبه الروس مع النظام هو أسوأ مما ارتكبه هتلر في حق الشعوب الأوروبية، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي لا وجه للمقارنة باعتقادي من الناحية الإنسانية والأخلاقية بين الروس. بس نحن بكل الأحوال يا دكتور طارق لا نقارن أبدا، لا نقارن، بل نتحدث عن العلاقات بين هؤلاء الأضداد بشكلها الخارجي تأخذ الطابع الإيجابي، بتفاصيلها وعلى الأرض تأخذ طابع الخلاف والحرب والمواجهة. على كل الأحوال اسمح لي أن أعود إليك بعد قليل من جديد إلى ضيفي من إسطنبول الأستاذ طه عبدي أوغلو المحلل السياسي. هل يلعب أردوغان وبوتين برأيك لعبة سوريا
في ليبيا، وإلى أي درجة اليوم الملفين متداخلان؟ بمعنى تتقدم في ليبيا أحرمك من شيء في سوريا والعكس بالعكس. يعني أعتقد أنه ما يجري حاليا على الساحة الليبية في الأيام الأخيرة، وخاصة بعد مساعدة الحكومة التركية لحكومة السراج في الانتصارات التي تحققت على الأرض، هي واضحة للغاية. لاحظنا خلال الأيام الأخيرة الماضية توتر كبير على الساحة السورية، وكأن الروس يعني أي انتصارات أو أي دعم لي أو تقدم على يتقطع الصوت. أنا أعتذر منك يا أستاذ طه، أنا هناك لا نكاد نسمعك بشكل جيد. إلى أن نحل هذه المشكلة الفنية وهذا الخلل سأعود إليك بعد قليل. سيد بيجسلاف ماتوزوف، أسألك بذات النقطة، إلى أي درجة هناك تشابه اليوم بالتحركات من قبل الطرفين سواء روسيا أو تركيا بين في الملفين السوري والليبي، وإلى أي درجة هذان الملفان متداخلان؟ طبعا فوارق موجودة حتى في سوريا، حتى في ليبيا، حتى في أوكرانيا، حتى في أي مكان، حتى خلافات سياسية دبلوماسية لا شيء. أنا لا أوافق على الرأي أنه علاقات دولية تسيطت القانون الإخلاقي فقط. هناك الأسس، البناء، العلاقات الدولية مبنية على شرعية دولية، على قوانين دولية، على الميثاق الأمم المتحدة. ولذلك اللغة المشتركة تركيا مع روسيا أو روسيا مع تركيا يمكن أن يوجد فقط عند المناقشة أسس. أسس هي قوانين دولية، الفهم المشترك لكل قوانين دولية. إذا نتبنى العلاقات الصناعية على أسس الشرعية الدولية لا يكون هناك أي خلافات سياسية دبلوماسية. لماذا؟ لأن حتى إذا نحفظ بعين الاعتبار ليبيا، ليبيا هناك قرار مجلس الأمن الذي يمنع تدخل ولا روسي ولا تركي ولا عربي ولا أي أمريكي أو أوروبي. ولكن إذا نحن لا نحترم قرار مجلس الأمن، وهي قرار له الأولية، ليست حتى علاقات ثنائية بين حكومة الوفاق والحكومة التركية. قرار مجلس الأمن فوق كل القرارات الثنائية، الصفقات الثنائية. بالنسبة لسوريا، ممثل السوريا، حكومة شرعية في سوريا واحدة. أمريكان، أوروبيين، أغربيين وتركيا لا توافق على هذا الرأي، لأنه في أمم المتحدة كرسي في كعضو معترف دوليا كرسي لحكومة الحالة الشرعية في دمشق. ولذلك أي نقاش حول من يمثل حكومة سوريا جواب موجود في نيويورك. وكذلك إذا نحن على النقاش سوف نبدأ اهتمام أكثر لاحترام القوانين الدولية. مثلا في ليبيا قرار 2292 أظن، هذا إذا ما اختلطت برقم هذا القرار، يمنع تزويد كل أطراف الليبية بسلاح، بتورط العسكري في أمور الداخلية، تشجيع أطراف الليبية كلها إلى حوار ليبي سياسيا ليست عسكريا. طيب. وروسيا كأنك تتحدث بس شوي بلهجتك في مثاليات، مثاليات وقوانين الأمم المتحدة وسيادة وما إلى ذلك، ومن يتابع الأمور على الأرض سواء في سوريا أو ليبيا بعيدة كل البعد عن كل هذه القيم الدولية. صحيح. طيب. صحيح أنا موافق. طيب بس لضيق الوقت سامحني سأكتفي معك بهذا القدر لأنه ما بقي عندي غير دقائق. طيب اسمح لي بس سيد ماتوزوف. طيب. طيب. أستاذ طه عودة أغلو عاد إلينا من جديد، المحلل السياسي من إسطنبول، برأيك هل يتكامل الملفان السوري والليبي في المصلحة التركية أم يتناقضان؟ يعني بوجه نظري أعتقد هناك تناقض في كلا الملفين، وخاصة كما ذكرت لك قبل قليل بأن تركيا يعني كانت في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة النفوذ أو الإقليم هو كان على الساحة السورية،
ولكن هناك تحدثنا بأن هناك حدود ما بين تركيا وسوريا، وأيضا استقبال تركيا لآلاف أو ملايين اللاجئين. ولكن خروج تركيا هذه المرة على الساحة الليبية هذا نعتبره هو تطور خطير جدا، وهو أزعج كما ذكرت لك دول عديدة ومنها روسيا، وخاصة إذا تحدثنا عن أن المعركة القادمة هي معركة شرق المتوسط. لذا أعتقد أن التوتر سوف يتصاعد بشكل كبير، أي توتر على الساحة الليبية من وجهة نظر سوف يكون له انعكاسات كبيرة على الساحة السورية. وتوقع يعني هناك توقعات، وخاصة بعد التعزيزات العسكرية التركية والتحركات من قبل ميليشيات إيران والنظام على الساحة السورية، بأن هناك توترات أو أن هناك أمور عسكرية قادمة خلال. إذن اليوم في الضفة التركية لا يمكن فصل الملفين من دون الشك. نعم. طيب تفضل تابع فكرتك. يعني هذا ما ذكرته، يعني حاليا كنا نتحدث عن خلال العامين الماضيين، يعني منذ اتفاق سوتشي نقول على سبيل المثال 2018 إلى حتى هذه اللحظة، بأن كان العلاقة ما بين تركيا وروسيا هي فقط على الصعيد السياسي والعسكري هي على الساحة السورية، ولكن الآن انتقل إلى الساحة الليبية. الساحة الليبية هناك أطراف، حاليا روسيا تقول كما يقول ضيفك أنها لن تتدخل عسكريا، ولكن هي بشكل واضح يعني حاليا بعد دخول إرسال أنقرة مستشارين واستشار مرتزقة إلى الساحة الليبية، هي تحاول قدر الإمكان ما يحدث الآن على الساحة الليبية بأن روسيا هي تحاول تغيير موازين القوى على الأرض، بمعنى أنها لا تريد أن تكسب سراج انتصارات أخرى في المرحلة المقبلة، وتريد المحافظة على الوضع كما هو عليه. هذا وجهة نظري ما حدث على الساحة السورية في عام 2015. قبل 2015 كنا نتحدث عن أن هناك النظام السوري ساقط، ولكن بعد أن جاء الروس إلى الساحة السورية في سبتمبر أيلول 2015 تحول الوضع تماما، ودعمت روسيا نظام الأسد، وحاليا نشاهد ما نشاهده على الساحة السورية. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا الأستاذ طه عودة أوغلو المحلل السياسي التركي، كنت معنا من إسطنبول. شكرا للدكتور طارق شندب أستاذ العلاقات الدولية ضيفي عبر سكايب من بيروت. شكرا للسيد فيتسلاف ماتوزوف المحلل السياسي الروسي كان معنا عبر سكايب من العاصمة موسكو. شكرا أكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، أنا أعود ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.